المطران مظلوم يذكر بموقف البطريرك من الحياد. مجلس الوزراء ضائع في صندوق النقد الدولي. زيلينسكي يتهم روسيا بخطف آلاف الأوكرانيين. أهلا بكم. صندوق النقد الدولي أصبح صندوق فرجي في مجلس الوزراء الذي تتنازعه المصالح كافة ما عدا مصالح المواطنين المقبلين على أعياد باتت هما على قلوبهم المفجوعة بحكام ينظرون إلى ما وراء الحدود، بينما ينظر مواطنوهم إلى زيارة البابا متأملين بصلواته ومحبته للبنان، حسب حديث المطران سمير مظلوم لصوت لبنان الذي أكد فيه موقف البطريرك الراعي من حياد لبنان. هو بده عم يطرح مشروع يعتبر انه هو مدخل للخلاص لبنان، مش بس من المحنة اللي نحن فيها، ولكن هو مدخل الى وقاية لبنان على الامد الطويل من اي اضطرابات وحروب وخلافات جديدة. لانه لما بيصير في حياد بيصير لبنان بيرجع لطبيعته، بيرجع هذا اول ما تأسس لبنان تأسس ان يكون بلد محايد على علاقة طيبة مع الجميع، خاصة مع دول المنطقة والجيران وغيره، حتى لا يدخل بخلافاتهم الداخلية ويضطر كل ساعة أيضا، لأنه شعب لبنان شعب تعددي وله امتدادات هذا الشعب بخارج لبنان، فأي تدخل من الخارج بيجلب جزء من اللبنانيين لصوبه بيخلق مشاكل داخلية. أي خلاصة لاجتماعات صندوق النقد الدولي قبيل مغادرته لبنان؟ التفاصيل في هذا التقرير مع مجدلين عيد. عشية مغادرة بعثة صندوق النقد الدولي بعد أن تنهي الجولة الثانية من المشاورات الحضورية مع الحكومة لا توقيع على اتفاق الإطار أو عقد النوايا المنتظر، رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق دكتور باتريك مارديني تناول الأمر عبر صوت لبنان. المفاوضات اللي عم بتصير مع صندوق النقد الدولي محاطة بتكتم وسرية كتير كبيرة، والتسريبات اللي عم بتصير اللي هي انه يا اما في اتفاق هلأ بهاليومين يا اما بدها تروح لجمعة الجاية على سكايب، هيدي تسريبات جاية من الحكومة وما بنعرف اذا التفاؤل اللي فيها هو تفاؤل واقعي ولا تفاؤل هدف وطمأنة الاسواق والمحافظة على نوع من الاستقرار من هلأ للانتخابات. بدنا ننطر لنشوف فعليا شو نتيجة هيدا الشيء على الارض، اذا رح نمضي ستاف ليفل اجريمنت ولا لا. هيدا ستاف ليفل اجريمنت هو الخطوه الاولى اكيد بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مفترض يقره مجلس النواب، لانه اليوم الحكومه صحيح هي اللي عم تفاوض بس هي عم تفاوض نيابه عن الشعب اللبناني الممثل بمجلس النواب، بالتالي يجب على مجلس النواب ان يقر هيدا الاتفاق من جهه، ومن جهه ثانيه المفاوض عن صندوق النقد الدولي مفترض إدارة صندوق النقد الدولي تقره بالمقابل، يعني مجلس النواب اللبناني والإدارة تبع صندوق النقد الدولي. إصلاحات كثيرة مطلوبة لم تنفذ أرجأت التوقيع من هيكلة المصارف مروراً بالكابيتال كنترول وصولاً إلى عدم إقرار الموازنة. هذا الاتفاق لازم يكون مقرون بقرض بفوائد منخفضة بيقدمه صندوق النقد الدولي للبنان، يعني لازم يكون في كريدت فاسيليتي مقابل هذا ستاف ليفل اجريمنت، وهذا اللي بهمنا وهذا اللي ناطرينه. يعني احنا بهمنا نعرف قديش رح يكون حجم المساعدات او حجم القروض اللي رح يقدمها صندوق النقد الدولي للبنان مقابل التزامه بهيدي الاصلاحات، مش معناتها انه رح يدفعهم هلا، طبعا بدنا ننطر للحكومه اللبنانيه تبلش تنفذ الاصلاحات، وما ادراكي بصعوبه تنفيذ الاصلاحات هذه واصلين عليها، ولكن بالمقابل الالتزام بتنفيذ هذه الإصلاحات. مفترض صندوق النقد الدولي كمان يكون هو عم يلتزم بحزم من القروض تجاه لبنان في حال لبنان صدق بوعوده، وهذا الشيء اللي كمان بهمنا بأهمية إذا بدك أنه نمضي ستاف ليفل اجريمنت هو أنه نشوف الاكستندد كريدت فاسيليتي اللي رح تجي مقابله. التوقيع مع الصندوق إلى جولة جديدة وسط الدعوات لاستعجال التوقيع تسهيلاً لحل الأزمات المالية والحسم إلى ما بعد الانتخابات. مجدولين عيد، صوت صح. صوت صح في ألمانيا اليوم، فهل يؤمن المنتشرون هناك التمويل اللازم لانتخاباتهم؟
التحضيرات اكتملت لانتخابات المنتشرين في ألمانيا الذي تسجل فيها حوالي 17 ألفا، ما استدعى وجود 20 مركز اقتراع حسب ما أكد لصوت لبنان قنصل لبنان في فرانكفورت مروان كلاب، كاشفا عن تأمين مراكز اقتراع في الكنائس والجمعيات في ظل عدم توفر الأموال اللازمة. بلشنا بالشغل على مبدأ زيرو كوست، كلهم فولنتير عم يشتغلوا، يعني ديك مرة كنا نعطيهم مصاريفهم مثل ما بلبنان كانت طالع القرار، قلنا له حديت هلا ما في مصاريف، كنت تجوا تشتغلوا تعملوا مجهود شخصي، هيدي خدمة للديمقراطية وخدمة للبنان تيجينا يوم حلو وترجع تشرق الشمس بلبنان عن جديد. يعني أنا هون بفرانكفورت رح يكون في عنا قلمين وعنا تقريبا حوالي 12 شخص، هذي هني رح يكونوا متجندين، يعني التجنيد هو شوي صعب لأن احنا نبلس 6 الصبح 8 الشهر، تخلص العملية الانتخابية على الساعة 7 أو 8 حسب يكون الضغط علينا، بعدين نعد الأوراق ونسكر الصناديق ونختمها، وبدنا نسهر مع الصندوق القنصلية لتاني يوم، يوم الاثنين يعني 24-30 ساعة بده يضل في حدا معنا هون نسلم الصندوق وتنتهي المهمة. وحول ما إذا كان نفس المنتشرين تغييريا قال القنصل كلاب، هذيك السنة كان إجمالا المشاركة 50%، بتصور هالمرة لأن كثير عم يسألوا وعم بيترفنوا وبعد مش عارفين حالهم وين مسائبين وكيف مضبطين أمورهم، بتصور نحن رح نكون بحوالي 60-70% إذا مثل ما عم يحكوا الناس، يعني كله عند الامتحان يكرم المرأة ويوهن، بس مبدئيا الجو في حماس وما في مشاكل يعني والحمد لله. يعني أكبر قلم اقتراع في ألمانيا هو في برلين لأنه تسجل فيها 5000 منتشر. صوت صح، النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. عشية الشعانين القدرة الشرائية منهارة. عشية الشعانين القدرة الشرائية منهارة، تلاز الخوري والتفاصيل. اقتراب أحد الشعانين وفق التقويم الغربي يطرح أكثر من علامة استفهام حول القدرة الشرائية لدى الناس، فالأسواق في بيروت شبه فارغة من روادها والمحلات من زبائنها، الصورة قاتمة والناس في الشارع بالكاد تستطيع شراء ربطة الخبز، فالغلاء سيد الموقف ووصل إلى 50%، وثياب العيد بقيمة 3 أضعاف الحد الأدنى للأجور. إلي الحاج كما نجوى خير الله لن يعيد هذا العام والسبب غلاء الفاحش. أكل أنجا واحد عم يقبل الشمع كمان كله غالي، ما بقى في واحد يشتري شيء، أنجا واحد يقضي حاله مصاريف أكله، بس عم نجرب قد ما فينا ما نفكر لأنه والله تعتير. نقدر نضال. رئيس تجار الأشرفية توني عيد يرى أن الوضع مأساوي، معتبرا أن الذي يملك الفريش دولار يستطيع الشراء والاستمرار. إذا بدك تقارني دولار على دولار، اليوم الأسعار تقريبا نازلة بحدود 10%-15%، عن السنين السابقة نازلة بحوالي 30%، لأنه في كتير المصاريف التشغيلية بعد عم تندفع بالليرة اللبنانية، يعني عم بيقدر التاجر يوفر شوي صغيرة تا يقدر ينزل أسعاره. ولكن إذا بدنا نحكي لبناني على السنين اللي قبل، إذا بالشيك على السنين الماضية عم بدك تعتبري في زودة بحدود 20-25%، يلي هي مثل ما قلت لك قبل تتغطي له الهيركات اللي عم بيصير على النقد، كون ما بقى في نقد لبناني حتى بالأسواق. في جولتنا على المحل صورة بقيت عالقة في ذهني، فتاة صغيرة تهرب من عدسات كاميراتنا وهي تترجى والدتها لشراء فستان العيد الذي وصل ثمنه إلى 2 مليون ليرة لبنانية. تراز الخوري، صوت لبنان. أمنيا، عقد وزير الداخلية اجتماعا استثنائيا لمجلس الأمن المركزي في وزارة الداخلية، وذلك للبحث في الأحداث الأمنية ولا سيما في الشمال. وأعلن المولوي أن أسباب أحداث طرابلس عائلية وما من أحداث أمنية يمكن أن تؤثر على الانتخابات. النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. مستجدات الأزمة الأوكرانية. أهلا بكم من جديد إلى مستجدات الحرب الروسية على أوكرانيا.
الهجوم على أوكرانيا خلط الأوراق عالميا، ولكن هل انتهى عصر التعامل مع روسيا؟ نعم، حسب وزيرة الخارجية البريطانية التي اعتبرت أن القانون التأسيسي لروسيا والناتو مات بالفعل، قائلة إن حجم دعمنا لأوكرانيا لا يهدد بنشوب حرب شاملة بين دول نووية. ولفتت في اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الناتو في بروكسل إلى أن عصر التعاون مع روسيا انتهى، ونحن بحاجة إلى نهج جديد للأمن في أوروبا يقوم على الصمود والدفاع والردع. لا يوجد وقت للعزاء الكاذب على حد تعبيرها. أمريكيا، وفيما اعتبرت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن ما حدث في بوتشا نموذج عما يحدث في أوكرانيا، ولابد أن هناك مجازر أخرى، شدد الرئيس جو بايدن على أن ما يحدث للأوكرانيين ليس أقل من جرائم حرب، وقال سنواصل الوقوف إلى جانب الشعب الأوكراني في كفاحه من أجل الحرية، وأكد أن روسيا فشلت في تحقيق أهدافها في الغزو وكييف ما زالت صامدة. هذا وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ابنتي الرئيس الروسي ماريا وكاترينا، وعلى زوجة وزير الخارجية سيرجي لافروف وابنته. على الخط الأوكراني، أعلنت هيئة الأركان العامة أن الجيش الروسي يركز جهوده للتحضير لهجوم شرق أوكرانيا، في حين أكد الرئيس الأوكراني أنه لا يمكن التسامح مع أي تردد بعد كل ما مررنا به وكل ما فعلته روسيا بنا. الأمين العام لحلف الناتو رأى وجوب انتهاء الحرب الآن، وقال إن بإمكان بوتين أن ينهيها فورا بسحب قواته من أوكرانيا. على وقع هذه الأجواء، كشفت تايوان عن عقوبات جديدة ضد روسيا تستهدف صادرات التكنولوجيا الفائقة، وأشارت وزارة الشؤون الخارجية التايوانية إلى أن الغزو الروسي المستمر لأوكرانيا شكل تهديدا واضحا للسلام الدولي. ومن أخبارنا الدولية أيضاً، أعلن التحالف الدولي إصابة جنديين أمريكيين في هجوم غير مباشر على القرية الخضراء قرب دير الزور. أكدت الصين أنها سترد بقوة إذا زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي تايوان، ورأت وجوب إلغاء الزيارة التي ستضر بالعلاقات بين واشنطن وبكين كما قالت. والآن إلى الصفحة الرياضية مع رومان طنوس. نبدأ أخبارنا الرياضية، وضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى لتصفية غرب آسيا لكرة الصالة، فاز منتخب لبنان على المنتخب الفلسطيني 6-3، كما تعاد المنتخب السعودي أمام منتخب عمان 2-2. وضمن الأسبوع 20 من الدرجة الأولى ببطولة لبنان لكرة السلة، فاز فريق دينامو بنتيجة 128-92 وبفارق 36 نقطة أمام فريق هومنتمن على ملعب مزهر. إلى ذلك نقلوا على مواقع التواصل الاجتماعي ومحبي كرة السلة اللبنانية وفريق الحكمة تقارير صحفية أكدت استقالة مساعد مدرب الحكمة جورج عقيقي ليودع الجماهير بعد سدان قضاهن مع الإدارة الجديدة والمدرب جوم جايس. أخيراً، وضمن الجولة 26 من البوندسليغا الألمانية، فاز نادي أوكسبورغ على ضيفه ماينز بنتيجة 2-1. ننتقل أخيراً إلى الأحوال الجوية. الجو اليوم صافي بأغلب الأحيان، درجة الحرارة الأعلى 23 درجة، رياح جنوبية غربية بسرعة بتتراوح من 25 ل 40 كيلومتر بالساعة، نسبة الرطوبة 63%. بكرة منشهد ارتفاع بدرجات الحرارة بشكل بسيط وبتسجل 24 درجة كحد أقصى
15 كحد أدنى. السبت الجو مشمس بصورة كلية مع درجات حرارة بتسجل 20 أقصاها و16 أدناها. الأحد بترتفع الحرارة شوي وبتسجل 21 أقصاها و15 أدناها لترجع تنخفض بشكل بسيط التنين، وبيكون الجو ممطر بشكل جزئي مع درجات حرارة بتتروح بين 20 درجة أقصاها و14 أدناها. النشرة انتهت، تابعونا عبر موقعنا vdl.me ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا Voice of Lebanon 100.5 وعلى الابليكيشن. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.